تكتب التاريخ في سطور من ذهب، وهنا الأرض تتكمش بنصيبها من الجمال والحضارة والفن الأصيل. وكأنها تتغنى وتتباهى بعظمة أصالتها، فتطرب كل عربي زار أرضها أو لما يزرها بعد. هنا تشتم رحيق التاريخ وتتلمس ملامح المستقبل والنهضة، ويطيب لك حاضرها كطيب ثمرات تمرها. فما تراه عيناك هي دولة قطر، أرض جذورها العزة والسلام. فسلام على منابع تلك الجذور التي سقيت بماء أعذب من الماء الفرات. ليس غريباً فيها هذا التنوع في المشهد الثقافي والفني الحضاري الذي بدأ منذ منتصف الخمسينات، ليعكس الانفتاح على العالم بصورة مشرقة، صورة تمثلها متاحف قطر أجمل تمثيل. أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً بإنشاء المتاحف كجزء من اهتمامها وتطويرها للفنون المتنوعة في المنطقة، فقد امتدت مقتنيات المتاحف لتحتضن حقباً تاريخية من الفن والحضارة والأصالة يعود عمرها لآلاف السنين. وكأنك تزور العالم بمراحله الزمنية المتعاقبة وأنت ما تزال في مكانك، تشاهد الكون وهو محاك بأعمال فنية تقليدية ومعاصرة. بين ثنايا رمال الصحراء نبتت وردة وحطت جمالها لتتربع على كورنيش الدوحة كإحدى أجمل التصاميم المعمارية للمهندس الفرنسي جان نوفيل، الذي صمم متحف قطر الوطني عام 2019 على هيئة وردة الصحراء، فتفتحت وفاحت عبقاً تاريخياً. يسعى القائمون على متحف قطر الوطني إلى الحفاظ على تراث قطر وتاريخها والاحتفاء بهما والتفاعل مع حاضرها وتقديم إلهامات للمستقبل من خلال أفلام وأعمال فنية مخصصة تبهر الزائر في رحلة طولها 1500 متر من خلال تجارب غامرة داخل هذه القاعات التي تجمع بين القطع التاريخية والتأثيرات المعاصرة. أول شيء متحف قطر الوطني هو من أول متاحف فتحت في قطر، تم افتتاحه سنة 1975 بعدين تم تجديده مرة ثانية في 2019. ومتحف قطر الوطني من أهمهم لأنه يتكلم عن تاريخ قطر خصيصا. كل القطع اللي موجودة ومعروضة في قاعات متحف قطر الوطني تكلم عن تاريخ قطر من أكثر من 700 مليون سنة من تكوين صفيحة العربية حتى قطر اليوم، التطويرات اللي صارت في آخر 10-15 سنة. من أهم أجزاء أو أهم جزء في ثقافة قطر هو تجارة اللولو. من أهم القطع المعروضة في متحف قطر الوطني هي سجادة بارودة، اللي هي كشهادة لتجارة اللولو في الخليج، سجادة تقريباً عمرها أكثر من 250 سنة، وكانت هدية من بارودة إلى المسلمين، وغطاء لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه سجادة فيها أكثر من 1.5 مليون لؤلؤة مخيوطة في السجادة نفسها. 11 معرضاً يمكن للزوار من خلالها استكشاف الثروات المتجددة للدولة والتعرف على القطع التراثية والأثرية والمخطوطات والمجوهرات والأزياء الخاصة بقطر والمنطقة بتجربة توقظ الحواس كحاسة السمع من خلال الموسيقى والتاريخ الشفهي، وحاسة البصر من خلال الأفلام والصور الأرشيفية.
الحقب الزمنية اللي معروضة في متحف القطار الوطني تمتد لأكثر من 700 مليون سنة. عندنا حفوريات من شبه الجزيرة العربية وخاصة شبه جزيرة قطر تم اكتشافها من الشمال أو الجنوب أو من البحر أو من البر. وغير هذا أيضا عندنا معروضات من بداية الإنسان في شبه جزيرة قطر، أول استوطان اللي كان في مدينة الخوف، وأيضا عن مدن ثانية اللي نمت في قطر. من أهم الأجزاء والأقسام في متحف قطر الوطني هو طبيعة وعادة أهل قطر وحركتهم طول السنة. جزء كبير اللي هو الجزء الثاني متحف قطر الوطني يتكلم عن طبيعة أهل قطر وعادتهم قبل اكتشاف البترول في الخمسينات. عندنا برامج طول السنة للأطفال، وأيضا عندنا جولات مخصصة في بعض الأجزاء من تاريخ قطر على حد طول السنة تتجدد وتبدل. وأيضا عندنا المعارض مؤقتة اللي تقريبا كل هذه الشهور نبدلها ونعرض فيها أجزاء وأعمال فنية من أهل قطر أو من العالم وله دور في قصة قطر ككل. يعني امتدت مقتنيات المتحف لتحتضن حقبا زمنية متعددة عبر العصور القديمة والحديثة وصولا إلى المعاصرة وانتهاءا برؤى للحاضر والمستقبل ليوثق الجوانب الثقافية والتاريخية لقطر والخليج العربي بوصفه جزءا من مشروع وطني يهدف إلى التقارب بين الثقافات وتعزيز الوعي بين الأجيال الحالية والقادمة. عجيب تصاميم المتاحف في قطر لا تنتهي، فعلى مساحة 45 ألف متر مربع يطل متحف الفن الإسلامي كواحد من أعرق متاحف المنطقة للمصمم المعماري الصيني آي أم بي، ليكون تحفة على ممشى الواجهة البحرية تجمع بين العمارة الإسلامية التقليدية وحداثة القرن الحادي والعشرين، ويبرز في صالاته الخزف والمعادن والمنحوتات والمنسوجات والكتب والمخطوطات القديمة سعياً للحفاظ على التراث الثقافي والفني الإسلامي. متحف الفن الإسلامي يعتبر من أهم المتاحف الرائدة على مستوى العالم، حيث تم افتتاحه في 2008 من قبل صاحب السمو الأمير الوالد، وهو يعتبر جوهرة معمارية على كورنيش الدوحة، فحيث تم تصميمه من قبل المصمم المعماري الشهير آي إم بي. ففي بداية المشروع قام آي إم بي بالتردد أو رفض تصميم المتحف لأنه لم يكن عنده خلفية وخبرة في الفن الإسلامي، فحيث قام بجولة في العالم الإسلامي وقام بالسفر إلى أسبانيا وتونس، وعندما وصل إلى مصر ورأى مسجد ابن طولون قام باستلهام فكرة تصميم المتحف من قبل مسجد ابن طولون في مصر. نحن نهدف أن المتحف يكون مركزاً ثقافياً ويوفر منصة للحوار والإبداع خاصة لأجيال المستقبل، وحرصا منا لتوفير تجربة هادفة للزوار قمنا بالعمل على مشروع متحف الفن الإسلامي بحلته الجديدة، حيث تم إعادة افتتاح المتحف قبل كأس العالم. ومن أهم أهداف هذا المشروع هو تطوير مرافق المتحف وعرض مجموعتنا الدائمة بمنظور جديد، وبتوفير محتوى هادف وغني يحكي للزوار القصص المتعلقة بالمقتنيات المعروضة وأيضا عن تاريخ الحضارة والثقافة الإسلامية. على ارتفاع 4 طوابق تنظم صلاة العرض وفقاً للمواضيع التاريخية والثقافية والفترات الزمنية والنطاقات الجغرافية، وتكشف عن تقاليد عظيمة لمهارة الصنع الإسلامية، حيث يحتضن المتحف في كل طابق معارض دائمة ومؤقتة لمقتنيات وتحف فنية تعود لآلاف السنين
وتدعو الزائرة من خلال القاعات التفاعلية لاستكشاف نشأة الإسلام وانتشاره والتعرف على تراثه الديني والفكري والثقافي، ليتنقل في رحاب العالم الإسلامي من البحر الأبيض المتوسط إلى جنوب شرق آسيا، فيتعرف على دول وإمارات إسلامية ذات إسهام حضاري مميز، ويستكشف الدور الحيوي الذي لعبه التبادل التجاري في تعزيز الترابط والتآخي. تتميز مجموعة متحف الفن الإسلامي المعروضة هي بندرتها وجودتها العالية وأيضاً بتنوعها، فتمتد المقتنيات المعروضة من أسبانيا إلى الصين وتتنوع من حيث أن هناك مخطوطات، مجوهرات، سجاد، أعمال خشبية ومعدنية وسيراميك معروضة تعود لعدة حقب إسلامية مختلفة. ومن أهم المقتنيات المعروضة هي المخطوطة الزرقاء، وهي تعود للقرن التاسع ميلادي، مكتوبة بالخط الكوفي المذهب على مخطوطة زرقاء. وأيضا إحدى الإضافات الجديدة التي تم إضافتها في مشروع متحف الفن الإسلامي بحلته الجديدة هي القاعة الدمشقية التي هي الآن خلفي وتعود للقرن التاسع عشر ميلادي من دمشق. فمتحف الفن الإسلامي اليوم يعتبر من أهم المراكز الثقافية والمتاحف الإسلامية، فهو يعتبر منصة للحوار والإبداع والإلهام. استضافت دولة قطر مونديال كأس العالم في نهاية عام 2022، حق لها الافتخار بتلك الاستضافة، فقدمت صورة واضحة عن الثقافة العربية ومدى أهمية قطاع الرياضة بالنسبة لها، فكانت أهلاً لذلك، حيث فرضت قطر مساحات كبيرة لدعم مجالات الرياضة فوق أرضها، ولعل إحدى أهم تلك المساحات متحف قطر الأولمبي والرياضي الذي تم افتتاحه في مارس عام 2022، ليكون واحداً من أهم التطورات الثقافية التي تبرز تاريخ الألعاب الأولمبية وقصص أبطال الرياضة حول العالم، والقصة الملهمة لتطور الرياضة في قطر والتأثير الهائل الذي أحدثته الفعاليات الرياضية الكبرى التي نظمتها دولة قطر في العقود الأخيرة. فكرة إنشاء هذا المتحف الأولمبي والرياضي هي فكرة جاءت من حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عندما يعني استضافت دولة قطر دورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2006، هناك انطلقت الفكرة من سموه، وطبعا جاءت مشاركة هذه الفكرة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية أنتونيو سامارانش الذي كان متواجدا في قطر لافتتاح دورة الألعاب الآسيوية. طبعاً هناك ثلاثة أهداف لإنشاء هذا المتحف. الأول هو طبعاً إنشاء ثقافة متحفية وثقافة تعليمية للزوار بكل ما تم تدوينه في تاريخ الرياضة في العالم. والفكرة الثانية طبعاً هو طبعاً الكم الكبير من الكوادر القطرية التي تأهلت من خلال البطولات، وهذا الإرث الحقيقي هو طبعاً الاستثمار الحقيقي في أبناء قطر والمقيمين الذين شاركوا حقيقة في إنجاح هذه البطولات الكبيرة. النقطة الثالثة وهي طبعاً كون قطر استضافت هذه البطولات، لديها إرث كبير وللمحافظة عليه تم تكوين إنشاء قاعتين، لقاعة لتاريخ قطر في استضافة البطولات والقاعة الأخرى وعرض كل ما تم الحصول عليه من خلال هذه البطولات. في كل قاعة من قاعات العرض السبعة للمتحف حكايات رياضية تروى عبر هذه المقتنيات، بدءاً بالتاريخ العالمي للرياضة من العصور القديمة إلى العصور الحديثة،
مروراً بصالة الأولمبياد التي تمتد مقتنياتها من العصور اليونانية القديمة حتى يومنا هذا، مازجة بين التاريخ والأثار والمصادر المعاصرة، ومستكشفة الألعاب القديمة إلى ولادة الألعاب الأولمبية الحديثة وقاعة الرياضيين التي تحتفي بالأبطال الرياضيين من جميع أنحاء العالم، حيث يمكن للزوار مقابلة الأبطال القدامى منهم والجدد واستمداد الإلهام من مسيرة نجاحهم وإنجازاتهم. وقاعة العرض لقصة التحول الذي شهدته دولة قطر في مجال الرياضة، إذ انتقلت من الألعاب والرياضات التقليدية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين وارتقت إلى وطن عالمي للرياضة. أول متحف في العالم في كوجود قاعة الأنشطة، وهي وجود أكثر من 18 جهاز تفاعلي لاكتشاف المواهب لتغيير نمط الحياة، وكذلك في التغذية بالتعاون مع سبيتار قسم التغذية وكذلك وزارة الصحة. احنا المتحف نقتني أو نملك أكثر من 16,000 قطعة، تمت الاستعارة ب3,000 قطعة من المختلف المتاحف الرياضية في العالم. نقتني كرة القدم لعام 1888، وهي طبعاً تم الاستعارة منها من المتحف الوطني في مانشستر في بريطانيا. وطبعاً نمتلك قفاز محمد علي كلاي البطل الأسطوري. لاعبنا الفذ كذلك معتز برشم، قناة ميداليات ذهبية والأولمبياد 2020 في طوكيو. التدوير بالنسبة للمقتنيات لإثراء المعلومات الزائر في كل ما يتعلق بتاريخ الرياضة في العالم وكذلك تاريخ الأولمبياد، ونعطي أكبر فرصة للأبطال العالم، لأن قاعة الرياضيين فيها 100 رياضي ولكن ما راح نخليهم على طول موجودين، يعني بين 100 هناك 7 لاعبين قطريين احنا حطيناهم في هذه القاعة لهم إنجازات، ولكن راح نعمل عليهم تدوير باللاعبين اللي راح يحققون الكثير والكثير والإنجازات لدولة قطر، وكذلك فيما يتعلق باستضافات دولة قطر التي يعني ما شاء الله لن تتوقف باستضافة العديد من البطولات، ونحن إن شاء الله على أبواب استضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم في العام القادم، ونختمها ب2030 دورة الألعاب الآسيوية التي تعود إلى دولة قطر بعد 24 عام، وإن شاء الله يكون الإبداع هو العنوان الرئيسي لهذه الدورة. للحداثة فن أصيل خط بأقلام عربية ليجمع أعمال الفنانين المعاصرين العرب بروح واحدة في مكان واحد، مكان يوحي لك بأن المتاحف ليست فقط توثيقاً للمقتنيات التاريخية القديمة، إنما هي أيضاً معاصرة لفنون ميلادها اليوم. المتحف العربي للفن الحديث الذي يتربع داخل المدينة التعليمية في الدوحة تضم مقتنياته آلاف الأعمال الفنية التي جمعت على مدى أكثر من 25 عاماً من العالم العربي وأقاليم أخرى مرتبطة تاريخياً بالجزيرة العربية مثل إيران وتركيا والهند، وتعتبر مقتنيات هذا المتحف أكبر مجموعة للفن الحديث والمعاصر في المنطقة والوحيدة من نوعها في العالم. تم افتتاح المتحف في عام 2010، ويركز المتحف على الفن العربي الحديث والفن المعاصر، ويرتكز على 3 ركائز أساسية: صالات العرض الدائمة وصالات العرض المؤقتة، وأيضا على فضاء المشاريع. ومن أبرز الأعمال اللي متواجدة في المتحف هي أعمال الفنان القطري الراحل جاسم زيني. جاسم زيني هو أول فنان قطري يدرس الفن بشكل أكاديمي في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، وما يميز أعمال الفنان أنه يركز على التغييرات اللي حاصلة في المجتمعات القطرية. المتحف اللي إحنا متواجدين فيه حالياً قبل ما يتحول إلى متحف كان مدرسة، وتم ترميم وتحويل هذه المدرسة
إلى متحف بقيادة المهندس المعماري الفرنسي جان فرانسوا بودان. استمر تطوير المتحف كفضاء ملهم للحوار والبحث في مجال الفن الحديث والمعاصر بوجود فنانين مقيمين في الدوحة، وكذلك كمكان لإنتاج الأعمال الفنية وعرضها، حيث تتمثل مهمة المتحف بجمع أعمال الفنانين العرب تحت سقف واحد بغض النظر عن انتماءاتهم ومدارسهم وأساليبهم، ويتم تقديمها من خلال تنظيم معارض كبيرة منفردة وجماعية تبرز مواضيع متنوعة تتعلق بالجماليات وسياسات التغيير والتقدم في سياق الحدثات المتعددة وتاريخ الفن والمجتمع، بما في ذلك نشأة الدول القومية وطموحات التقدم في عصر العولمة التي تتسم بطابعها الرقمي والمترابط. في كل عام يقيم متحف معارض مؤقتة تهدف لتعزيز وترويج الفن الحديث في العالم العربي، ويضم أعمال لفنانين حديثين ومعاصرين، ويسعى متحف في المستقبل للوصول لأكبر شريحة من المجتمع ومتذوقي الفن الحديث من خلال إقامة معارض متخصصة في الفن المعاصر، وكذلك تطوير موسوعة متحف الفن الحديث والعالم العربي لتوسيع قاعدة البيانات الإلكترونية للفنانين المعاصرين. عناصر الجمال هنا لها قصص فنية وتاريخية تحاكي العقل بلغة إبداعية لا يفهمها إلا كل ذواق يتأمل تفاصيل هذه التحف، فيخلق بينه وبينها صورة مشعة لا ينطفئ نورها ولا تبهت ألوانها. فما تقدمه متاحف قطر من كنوز ثقافية بارزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم يعكس التزام الدولة بالحفاظ على المشهد الفني والثقافي المزدهر مع صون تراثها وتاريخها العريق وتعزيز التفاهم والتقارب ليلتقي العالم بنقطة واحدة وهي التاريخ والحضارة، حيث تتسارع المساعي إلى تحقيق الأهداف الثقافية برؤية قطر الوطنية لعام 2030 عبر متاحف الدولة التي باتت تمثل منصات سياحية وتعليمية واقتصادية وثقافية تحفظ شواهد شعوب العالم وحضاراته المختلفة.